سمعت. شفت كيف حتى بهي مرت عمي انظلمت؟ ما حدا ظلمها، هي ظلمت حالها. يعني أي ست ماري مفكري حالها إذا درست مرات البلا بتطلع خرج العصملي؟ لك شلون بتحط راسها براسه؟ شو استفادت ليك؟ نزعت سمعتها ووسخت سمعة عيلتها، وحياتها السمعة ما عادت تنضف. لك خرج الله لا يقيمها إذا شفت الأعمى طبه ما لك أكرم من ربه. دخيلك انت شو حنون دخيلك يعدم لي اياك شو معد فوق ضبط الثواب ضب والضبضة ويعدم لي اياك على التخلفي تعرض لحملة تشويه من مصر عم تستهدف سمعتها يلي عم يساوي هذا الشيء هو العصملي وأعوانه طبعا لأنه ما بيقدر يتحمل فكرة وجود ناس أقوياء وفاضلين ياكن تتذكروا دائما إنه ماري عجمي من سيدات البلد النادرات يلي هذا البلد بيفتخر بوجوده السلطان الله محيي الصدر الأعظم والله محيي جمال باشا والله محيي كل رجال السلطنة لأجلك حيو اسمعوا عم يقصوا شبكي ليه محروقة ما في شيء مش حتى أنا قريت زعلاني لأنه راحت عليك النقطة وما عم ترقصي معه وليش لحتى أزعل؟ في من يعوضني العيوني لزي بالله لزي رقبتي سدادي أنا تركي
مرني حشيك امسيك تركي. هدول بتشكلهم بصدر كل اللي عم يرقصوا بأمر الحجي. أنا لعيونه تحية للشام. الله محيي الشام. تحية للعربان. واحدة تحية من الحجي لكل العربان. وحبة بركة للباب العالي. وحبة بركة للباب العالي. وتحية للأستاني. الله محيي الأستاني. وتحية للمتربص. الله محيي المتربص. للي ملزلز. والملزلز. وتحية للي مشقيتي. واللي قاعد مشقيتك. الله حيه وكمل بالباقي بأمر الحجي. أنا من الحجي لكل الحاضرين. عمي سمعونا. شو رأيتي؟ هلأ كلهم أخذوا؟ لك إلى عيوني. ها؟ مسكي للي الله وكيلي هدول اللي بقيوا بالدزدان. اوعك لشو؟ قولي على قامتي بمعيتك يا مال الشام.